ماذا بعد مؤسسة الفكر العربي؟ لدي مهارات كبيرة، لدي علاقات شاسعة، لدي يعني رؤية مختلفة، تجربة ضخمة في مؤسسة الفكر العربي. وجدت هناك قضية مسكوت عنها وكل يدندن في زاوية من الزوايا، ولا وهي قضية اللغة العربية. ووجدتنا فرصة مواتية أننا نعمل كمجموعة على تأسيس مؤسسة تكون معنية بقضية اللغة العربية، أو أن نعمل برنامج أو أي شيء. المهم اللغة العربية بعد تجربة ورؤية للفكر العربي، لا يوجد فكر عربي بدون لغة عربية، ولا توجد أمة بدون لغة عربية، ويعني لا توجد هوية بدون لغة عربية. تزامن هذا أن الهيئة الأمم المتحدة تتخذ قرار وتعتمد فيه عام 2008 عام دولي للغات. فبحكم تجربتي وجمعنا مجموعة من يعني الشخصيات العربية المهمة، من ضمنهم الدكتور محمد الرشيد الله يرحمه، كان وزير التعليم السعودي، وشخصيات رؤساء منظمات سابقين وبعضهم كانوا أيضا على رأس العمل، ومساعد مدير عام اليونسكو أيضا اسمه أحمد الصياد توفي الله يرحمه، ومجموعة. وقدمت لهم المبادرة أنه ما رأيكم أن ما دام اليونسكو لديها يعني عام دولي للغات أنها تتبنى اللغة العربية وهي من لغاتها الست. انبسطوا على المشروع، قدمنا المشروع لليمين لليونسكو. استلم مدير عام اليونسكو ماتسورا ياباني المشروع وانبسط فيه، وهذا أول مشروع يجينا يتوافق مع العام الدولي للغات. وبدأ الحديث كيف يمكن أن يكون هذا جزء من اليونسكو. أرسلوا للدول العربية يأخذون رأي الدول العربية في هذا المشروع. كل الدول ردت بالدعم والتأييد، المنظمات الدولية اللي أيضا استشاروها اللي موجودة دعم وتأييد. فتكون ملف كبير جدا دعم وتأييد لتأسيس المجلس الدولي للغة العربية، أسوة بالفرانكفون وأسوة بالمجلس البريطاني، يعني في هذا الإطار لكن على أقل. ورأت اليونسكو بعد دراسة متأنية إن هذا لا يصلح أن ينشأ تحت اليونسكو حتى لا تكون اللغات الأخرى تطالب بشيء أو يكون عبء مالي على، ووضعت كثير من المبررات. القرار كان إنه يجب أن ينشأ في دولة عربية وأن يعامل معاملة المنظمات الدولية العاملة في إطار الأمم المتحدة. طبعاً كلفت من الزملاء وإنه أنت تمسك هذا الملف وخلاص أنت موجود في لبنان وخليك يعني تابع هذا الموضوع. تابعت الموضوع هذا حتى تأسس خاطبة اليونسكو لبنان، وتأسس وصدر قرار مجلس الوزراء واعتمد من رئيس الدولة، وتأسس المجلس الدولي الأول للغة العربية في لبنان.